السلام عليكم حبايبي بكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم غريبه سهله جدا سريعه بدون بيض. غادي نحتاجو في هذه الغريبه هذه عندنا الدقيق اللي هو حسب الخليط، الدقيق الابيض الخاص بالحلويات. غنحتاجو فيها 7 غرام من الكاكاو المر الخاص بالحلويات من النوع الجيد، كاس لاروب من السكر كلاصي سكر بودره، نص كاس عنبه من الزيت النباتيه، 7.5 غرام سكر الفاني، 8 غرام الخميرة الخاصة بالحلويات، كاس من الزبدة المذابة، كاس عنبة دائما، والقليل من الملح. الآن في واحد الإناء غادي نديرو جميع السوائل. في الأول غادي نديرو نسمو هاد الغريبة هادي، غنسموها بسكر الفاني، كتجي رائعة، هي سهلة واقتصادية ولكن المذاق ديالها كيجي هائل وكتجي مرملة. كنديرو سكر كلاصي سكر بودرة، كنضيفو عليه واحد القبيصة ديال الملحة اللي ضرورية في أي حلوة، كنضيفو نص كاس عنبة ديال الزيت النباتية، وكنضيفو كاس عنبة ديال الزبدة المذابة، كاس عنبة عامر ديال الزبدة. الآن نطرب اليدوي، غادي نطرب مزيان هاد السكر مع الزيت مع الزبدة حتى كيدوب هادوك الحبيبات ديال السكر كيدوبو. بعد ما كنطرب هذاك الزبده مع السكر مزيان، تنضيف عليهم صاشي واحد او 7 غرام ديال الكاكاو المر من النوع الجيد الخاص بالحلويات. كنديرو كيس واحد 7 غرام، ولا بغينا اللون ديالها يجي غامق كنديرو جوج اكياس. هنا بغيت اللون ديالها يجي خفيف كندير غير كيس واحد. من بعد كنبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه، هنا الدقيق ما كنضيفوش دفعه واحده، الدقيق اللي كيكون مغربل باش ما كتجيناش ناشفه. كنضيفو الدقيق وحنا كنخلطو شويه بشويه، هي بسرعه كتجمع، كتشرب داك الدقيق وكتجمع. في اخر مرحله كنضيفو الخميره وكنعركوها مزيان مع ديك الخميره باش تنسجم معاها. هنا كتدلكوها مزيان حتى كيمكن لكم تشكلوا على شكل غريبه اللي ما كتفرتش. من بعد كنشكلوا كويره متوسطه الحجم، كنضغطوا عليها واحد شويه وكنديروا الاصبع ديالنا الوسط باش كنشكلوا واحد الحفيره. كندخلوها للفرن اللي تيكون سخون من قبل على درجه حراره متوسطه، كنشعل عليها من الفوق، النار كتكون من الفوق في الاول حتى كدوز واحد الخمسة ديال الدقائق. كنخرجوها كنضغطوا على ديك الحفيره باش تبقى ثابته، وكنعاودو ندخلوها كتكمل الطياب ديالها، كنطلعوها الفوق باش كتكمل الطياب ديالها من التحت. كتجي بحال غريبه مشقه على هذا الشكل هذا، وكتحمر واحد شويه من التحت. من بعد كنجيبو الشكلاط مذوب تنديرو في هذيك الحفيره بهذا الشكل، كنديرو معلقه صغيره من الشكلاط مذوب، ما كنضيفو معاه حتى شي اضافه، الشكلاط مذوب وحده. ومن بعد كنرشوها بشويه ديال رقائق اللوز او شويه ديال اللوز مهرمش او كاوكاو، كنديروه من الفوق فوق من هذاك الشكلاط قبل ما يجمد، وكنخليوه حتى يبرد وكنقدموها في الصحه وراها. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. المذاق ديالها كيجي رائع جدا، كتجي مرمله وكتجي رطبه بزاف. فقط من يلا طيبوها، ما تقيسوهاش لانها كتشتت، خليوها حتى كتبرد عاد كتزينوها. كنتمنى الى عجبتكم تخليو ليها جيم وتشتركوا معايا في القناه الى باقي ما مشتركينش، وما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد.